يعني اللي قبل ما اجي لحضرتك في التفصيل الفني اكتر، خلينا نروح لارض الملعب لزملائي العزيزين بقى كريم احمد وسلا حامد وينقلوا لنا الاجواء. اتفضل يا كريم. الى الزميلين كريم احمد وسلا حامد، قدموا لنا طبعا الاجواء وقولوا لنا الوضع ايه. اتفضل يا كريم. اكيد بسلا حامد طبعا زميلتي العزيزه طبعا هنا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. اجواء خاصه اكيد يا كابتن هيثم وتغطيه خاصه لمباراه الاهلي طبعا وسموحه لكره السله، مباراه غايه في الاهميه، ليها تحضير كبير وتركيز كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي، امور كثيره جدا وامور عديده هنتكلم معاك فيها كابتن هيثم طبعا، واكيد زميلتنا سلا هتتكلم معاك وعندها اخبار كثيره بالنسبه للاصابات والغيابات. سلا عندك ايه للاصابات والغيابات؟ عايزين نتكلم جمهور النادي الاهلي ونطمن كل جماهير النادي الاهلي، النادي الاهلي استعد لهذه المباراه ازاي؟ بشكرك طبعا جدا يا كريم، وبرحب بيك طبعا يا كابتن هيثم وكل ضيوفك الكرام في الاستوديو كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني طبعا زي ما قال زميلي كريم فعلا يا كابتن هيثم احنا حاليا متواجدين داخل صاله امير عبد الله الفيصل بمقر النادي عشان ننقل لكم كل الامور والاجواء هنا قبل بدايه وانطلاق مباراه الاهلي وسموحه في تغطيه خاصه وحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي. خليني في البدايه كريم اكلمك عن يعني رجوع لعيبه النادي الاهلي اللي كانوا مصابين في الفتره الماضيه وطبعا اللي ما كانوش متواجدين مع الفريق في المباريات. يمكن النهارده ابراهيم الجمال واحد طبعا من نجوم فريق النادي الاهلي طبعاً. هيكون متواجد في قائمه المباراه اليوم بعد ما كان تعرض لالتهابات في باطن القدم وكان يعني بيتاهل لمده اسبوع. الحمد لله هيكون متواجد النهارده بشكل كبير في قائمه المباراه. كمان احمد حمدي واللي كان يعني بيعاني من مزق في السمانه هيكون النهارده متواجد ايضا في قائمه المباراه. كمان ايهاب امين طبعا يعني واحد من العناصر الاساسيه اللي دايما بيكون متواجد في التشكيله الاساسيه لفريق النادي الاهلي. يمكن شفنا كلنا يعني الاصابه اللي تعرض لها طبعا يعني في مباراه الاتحاد السكندري بكسر بسيط في الاصبع اليمين، اصبع صغير ليده اليسرى، يمكن النهارده هيكون متواجد. وكمان يعني شفناه في مباراه الجزيره المباراه الماضيه طبعا يا كابتن هيثم، كلنا شفنا المباراه دي كان في ملعب المباراه وكان مع اللعيبه وهو لابس ماسك طبعا عشان الاصابه اللي تعرض لها في الانف، الاصابه اللي تعرض لها مع معسكر منتخب مصر لكره السله اثناء تواجده في تونس في تصفيات طبعا بطوله امم افريقيا. كمان خليني اقول لك يا زميلي كريم واقول طبعا لكابتن هيثم وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي انه النهارده هيغيب اثنين من لعيبه النادي الاهلي عن قائمه المباراه. يعني زي ما اتكلمنا عن رجوع لعيبه النادي الاهلي لقائمه المباراه اليوم، كمان النهارده هنتكلم عن استمرار الغيابات زي طبعا كابتن احمد سلعاوي واللي طبعا كلنا عارفين ان هو مصاب، وكمان النهارده محمد مصطفى مودي. يمكن محمد مصطفى مودي كان يعني تعرض ل مزق في عضلات الظهر يعني الفترة الماضية، ولكن تعرض فعلا يا كريم زي ما انت قلت بمزق في الكاحل اثناء تواجده طبعا مع الفريق في التمرين امبارح. تمرين كان هنا يعني يمكن كان في تمام الساعة 6 مساء على نفس الصالة، صالة امير عبد الله الفيصل. هيكون قدامه اسبوع ان شاء الله ويرجع مره اخرى مع الفريق ان شاء الله، هيرجع يعني على مباراه الاتحاد السكندري في بطوله دوري السوبر للرجال. يمكن دي يا كريم اصابات والغيابات اللي موجوده في صفوف الفريق لنادي الاهلي في مباراه اليوم مباراه سموحه. خليني برضه اروح معاك ل ملعب المباراة اليوم. يعني يمكن زي ما احنا شايفين النهاردة تجهيزات الملعب، التأمين، كمان الإجراءات الاحترازية، يمكن ده كل اللي احنا شايفينه. لأن المباراة طبعا يعني سموحة من المباريات اللي هيكون مهتم بيها طبعا الجميع، وان هم يشوفوا ازاي الجمهور هل هيكون متواجد ولا لا طبعا طبقا للائحة للاتحاد المصري لكرة السلة. بالتاكيد طبعا يعني بتكلم طبعا يا كابتن هيثم وزي ما سالا قالت يمكن عايز اتكلم على نقطتين مهمين جدا وهي الخاصه طبعا بالتامين وايضا كمان حاله الملعب وحاله الصاله، لان احنا عارفين طبعا وطبقا للقرار الصادر من الاتحاد المصري لكره السله بيوم 21 من الشهر الماضي بعدم وجود جماهير. الحقيقه مجهود كبير جدا هنا في صاله الامير عبد الله الفيصل، وزي ما انت شايف يا سالا يمكن كل كمان جمهور النادي الاهلي يشوف التامين على اعلى مستوى هنا سواء مع وزاره الداخليه وايضا كمان مع تامين امن النادي الاهلي. يمكن متواجد يا كابتن هيثم بالنسبه للحضور متواجد زميلتي سالا استاذ ابراهيم القفراوي طبعا المدير التنفيذي للنادي الاهلي برفقه الكابتن رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي، ايضا كمان الاستاذ خالد مرسي مدير مقر النادي الاهلي، والعميد علاء صلاح مدير الامن ونائب مدير المقر. كل الحضور مقتصر فقط يا كابتن هيثم كالعاده طبعا على مجلس الاداره ومدير النشاط الرياضي. زي ما انت شايفه في الخلفيه يا كابتن هيثم طبعا زي زميلتي سلا فريقين دلوقتي بيجروا عمليات الاحماء، كل الامور الحمد لله ماشيه بشكل طيب. وعايزين من خلالك يا كابتن هيثم وايضا كمان من خلال زميلتي سلا نقول للكابتن طارق الغنام الحقيقه يعني ترجع لنا بالف سلامه، واحد من رموز النادي الاهلي الحقيقه طبعا اصيب بفيروس
كورونا يا سلا، ويا رب ان شاء الله يكون متواجد دوره كبير بقيمته الكبيره مع فريق النادي الاهلي. لكن زي ما زميلتي سلا قالت وزي ما احنا بناكد كل مره، شخصيه النادي الاهلي وروح الفانيله الحمراء والاصرار الكبير والحقيقه اللي بيقوم بيه كابتن اشرف توفيق مع الكابتن الجرحي ان شاء الله باذن الله. لان المباراه دي انت عارف يا كابتن هيثم احنا تعثرنا في المباراه الاخيره، احنا يمكن كنا مغلوبين يا سلا في مباراه السموحه الاخيره، فيا رب ان شاء الله تكون الدوافع كبيره النهارده لفريق النادي الاهلي، ويقدر النادي الاهلي يستمر في سلسله الانتصارات من الجوله الثامنه يا كابتن هيثم للجوله 11. الحمد لله محققين انتصارات بشكل كبير، فيا رب ان شاء الله يا سلا يا رب يا كابتن هيثم النهارده يكون كمان المباراه من نصيب النادي الاهلي. يا رب فعلا يا كريم، زي ما انت قلت النهارده يعني يمكن المباراه فعلا بتقام وبتختصر بس على وجود افراد من مجلس اداره النادي الاهلي وكمان مدير النشاط الرياضي الكابتن رؤوف عبد القادر. ان شاء الله يعني النهارده لاعبي النادي الاهلي زي من شويه كره الطايره فرحونا وفازوا على نادي بتروجيت بثلاث اشواط مقابل لا شيء، ان شاء الله النهارده رجال السله يفرحونا ويفوزوا على نادي سموحه ويفرحوا جميع جماهير النادي الاهلي. بشكرك جدا زميلي كريم، وطبعا بشكرك جدا يا كابتن هيثم، ومستمرين معاك يعني في تغطيه خاصه وحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي، لقاءات كمان قبل بدايه وانطلاق مباراه اليوم. العوده مره اخرى ليك في الاستوديو ولكل ضيوفك الكرام. زميلي العزيزين طبعا كريم احمد وسلا حامد، بشكركم شكرا جزيلا ليكم. الحقيقه زي ما حضراتكم شفتوا طبعا